استقطبت الأردن منذ أن أشرقت شمسها الرحالة من الشرق والغرب، فقصدها المستكشفون من كل حدب وصوب، نظراً لما لهذه البلاد من مكانة ولمعالمها الأثرية من قيمة سامية ولسكانها من أثر طيب في نفس الزائر. عندما نسمع اسم رحالة غربي يتطرق إلى أذهاننا أنه جاي أو أتى يأتي لهذه المنطقة لأسباب تبشيرية، أي يبشر بالدين المسيحي. لكن هناك أكثر برأيي من سبب لمجيء هؤلاء الرحالة. السبب الأول برأيي أنه سبب ديني، ثانيا أنه بدأت في أوروبا وبعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية نوع من الحافز إلى معرفة العالم، معرفة العلوم وإلى آخره. النقطة الثالثة أيضا الدوافع الاقتصادية، أنه التعرف لما بيأتي واحد أو مستكشف أو بعثة استكشافية وتتعرف على الخيرات هذه المنطقة من ثروات طبيعية وغيرها وغيرها، هذا داعي لدعوة الناس في أوروبا أو صاحب اليد العليا القوي أن يأتي إلى هذه المنطقة لاستغلال هذه الخامات أو الثروات الطبيعية. الناظر في مذكرات المستشرقين والرحالة الذين مروا إلى هذه البلاد يجد أن رحلة سيلا ميريل هذا المستشرق الأمريكي اكتسبت مزايا استثنائية. ولد ميريل في مركز مقاطعة هارتفورد كونيتيكت في 2 مايو 1837. في عام 1874 عينته الجمعية الأمريكية لاستكشاف فلسطين عالم آثار، فأرسلته إلى الأراضي المقدسة التي بقي فيها حتى عام 1877. هذه الجمعية لها أهداف منها المجيء واستكشاف المواقع المذكورة في التوراة، لكن رحلة ميريل ممكن أضيف إلى هذا الأمر أنه جاء يدرس أيضا المخلفات النباتية والحيوانية الموجودة في المناطق التي زارها. من خلال وجوده في فلسطين وصل ميريل إلى قناعة بأنه من المستحيل أن يكون هناك استيطان يهودي في هذه المنطقة، بحيث أن اليهود لا يمكن أن يعيشوا في هذه المنطقة، مثلما أن فلسطين لا يمكن أن تقبل أن يعيش فيها يهودي. هذا كان رأي ميريل ويختلف فيه عن باقي الرحالة الذين مروا في هذه المنطقة. يعني يمكن القول أن المستشرق سيلام ميريل هذا المستشرق الأمريكي انحاز إلى ضميره، وهو انطلق من خلفيته كباحث ورجل أكاديمي وعالم آثار يدرك قيمة الحقائق ولا يستطيع أن يجامل في كثير من الأمور التي لا تنفع فيها المجاملة، فقال أن مشروع الاستيطان الزراعي يتعذر وغير ممكن في فلسطين لما وجده من تماسك البنية الاجتماعية في القرى والأرياف الفلسطينية، وهي تضاهي وتماثل وتحاكي وتشابه إلى أبعد الحدود ما هو موجود أيضا في الأرض الأردنية، وبصفة عامة هذه هي حال وطبيعة المجتمع الشامي، إذ وجد أن النظام الأسري والأسرة الممتدة التي تقوم بالعناية بالكرم والعناية بالمزروعات وتنظر إلى أن هذا مصدر من مصادر التباهي والشرف والقيمة الاجتماعية، وهناك كثير من الأمثال التي كانت يعني تنعى ولا ترى أن بيع الأرض أو الزهد فيها أو التعامل معها كوسيلة يعني اقتصادية هذا أمر غير مقبول، ولذلك هو التمس
هذا المسلك وهذا الاتجاه وهذه الرؤية وهذا الفهم في حياة الناس، فقال أن الاستيطان متعذر وغير ممكن لما لمسوا من أهمية الأرض والتعامل الممتلئ قداسة وتكريم للأرض سواء في فلسطين وفي أرض الأردن، ويبدو أنه كان محقا وقدم هذه الدروس والخلاصات. لكن المشروع الاستيطاني كان يقوم على قدم وساق، وكان مصرا على المضي بفكرة إنشاء الوطن البديل في فلسطين لليهود المشتتين في أصقاع الأرض. أصبح قنصلا للولايات المتحدة الأمريكية في القدس اعتبارا من عام 1882 وحتى عام 1886. نشر كتابه شرقي الأردن في نيويورك عام 1881، ثم صدرت طبعة جديدة له في مدينة إكزتر البريطانية عام 1986. توصل ميرل إلى قناعة باستحالة نجاح تجربة الاستيطان في فلسطين، ليصبح من أشد المعارضين للاستيطان اليهودي الزراعي. سيلاه ميرل كمستشرق أمريكي جاء بمهمة، وهذه المهمة كانت مهمة نوعية، جعلت هذا الرجل شديد الملاحظة. ابتدأ رحلته من مداخل إلى بلاد الشام بحيث يضمن أنه اطلع على ثقافة وإرث وتضاريس هذه البلاد بطريقة احترافية، خاصة إذا تذكرنا أن هذا الرجل هو عضو جمعية الآثاريين والجغرافيين الأمريكان. وهذا ما بوأ الرجل في مرحلة متقدمة أن يصبح قنصلا للولايات المتحدة في القدس في قبيل القرن 19. لم يغب الأردن عن عيني سيلاه ميرل أثناء تجواله في بلاد الشام، ليخصص له ضمن رحلاته العديدة كتاباً فصل فيه رحلته إلى شرق الأردن، محتفياً بطبيعة البلاد الخلابة وآثارها التي أسرته، فعكف على دراستها بشكل عميق مفصلاً ما رآه، ومؤكداً أن معالم الأردن تتجاوز في روعتها وجمالها ما مر عليه في رحلاته. دخل ميرل في طريقه إلى شرق الأردن عبر بوابة بيروت. كان منطلقه في البداية من عاصمة لبنان اللي هي بيروت، وصادف دخوله في ذلك الوقت أن تكون بيروت مبتلى بوباء الكوليرا، وشهد مشاهد صعبة، فكانت الرحلة كابوسية في بداياتها. لكنه ما أن ولج إلى مناطق جبل الشيخ من خلال الجنوب اللبناني ومن خلال بلدة سعسع في أقاصي الشمال الفلسطيني، ثم دلف إلى الأراضي الأردنية عبر بوابات سهل وأراضي حوران. في تلك اللحظة أدرك بشكل عميق أنه أمام ثقافة وإرث لصيق ببلاد الشام، وهو جزء لا يتجزأ من الأرض الشامية ملامحا وجغرافية وإنسانا، وعبر عن هذا في كتابه الذي أسماه شرق الأردن. الرحالة ميرل له أهمية خاصة. أولا، هو من الرحالة الذين أمضوا 3 سنوات في منطقة شرق الأردن وفلسطين وجنوب سوريا، وزار كل منطقة من مناطق الأردن عدة مرات وتحدث عنها بإسهاب، وكذلك مناطق فلسطين ومناطق جنوب سوريا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ميرل عالم آثار بالأصل، وعالم الآثار ينقب عن تاريخ هذه المنطقة، وكتب عدة كتابات، وأشهر كتاب له كان شرق الأردن الذي تحدث فيه عن عجلون وعن جلعاد وعن بيسان اللي هي شمال فلسطين. فما ذكره ميرل في كتاباته لا نجد مثيلا لها فيما كتبه الرحالة الآخرون الذين زاروا الأردن. مدفوعا بحب المعرفة والاستكشاف،
توجه ميريل في رحلته في حوران ضمن جولته السورية ليصل إلى أم الجمال الأردنية التي أصر للوصول إليها، لا سيما أن بعض الرحالة عجز عن دخولها وتفحص آثارها التاريخية. سلك المستشرق الأمريكي سيلاه ميريل في طريقه إلى الأردن المرفأ أو الميناء الأشهر في لبنان وهو ميناء بيروت، دخلها في وضع وبائي منتشر وعانى معاناة شديدة في مدخله، ثم اتجه جنوبا باتجاه النبطية وسعسع بالأراضي الفلسطينية متجها إلى أعالي جبل الشيخ، ثم دلف إلى مناطق حوران وأقام فيها فترة من الوقت، ثم استطاع الخلوص لأول مرة إلى مدينة أم الجمال، ومن ثم عرج منها إلى الحمة الأردنية وإلى إلى وادي الأردن، وتحدث عن هذا مطولا، ولم يفته أن يذكر أيضا ما وجده في سيل الزرقاء وجرش والسلط، وتحدث عن المباني والإنسان والزروع والثمار باستفاضة مدهشة وبإعجاب لا يخفى. أم الجمال منطقة، أول شيء من تسميتها هي منطقة ممر قوافل، منطقة تجارية. ميريل اعتبر نفسه لما زارها أنه من أوائل الرحالة برأيه اللي وثق لها ووثق مشاهداته، أنه وجد فيها بقايا مدن، وجد فيها النظام المعماري، خاصة أنه أم الجمال مدينة نبطية. تقاس إنجازاته بما وضعه وبما استطاع أن يحققه على الأرض، من خلال أنه أول من ولج إلى مدينة أم الجمال في أطراف البادية الأردنية، وتفاخر بهذا وقال إنني بعد بوركاردت من أوائل الذين حاولوا أن يدخلوا إلى هذه المدينة، لكنهم عجزوا عن الدخول إليها، أو منعوا أو صدوا أو لم يفلحوا بالوصول إليها من خلال الأدلة، وكان أول من وثق بالاندهاش وبالتفاصيل المفصلة عن هذه المدينة وما فيها من آثار ومعابد وأقواس وأديرة. إن المظهر الخاص لفن العمارة لحوران هو أن الحجر يعتبر المادة الوحيدة المستخدمة في البناء، ولم تكن البلاد تنتج أشجاراً من أجل الخشب، والصخور المتوفرة كانت من حجر البازلت القاسي جداً، وهو قاس جداً على القطع، فاقتصار ذلك على مادة وحيدة للبناء جعل المهندسين قادرين على استخدامه بأسلوب مدهش، وكان في الوقت نفسه وافياً لجميع احتياجات ومتطلبات حضارة متقدمة. تعمق في أنماط العمارة وذكر الزخارف والقلاع والأديرة والممرات والشوارع والأعمدة والقبور وأقواس النصر وما إلى ذلك بعين البصير المحترف، وما أشار إليه من أن نمط العمارة كان قائما على الحجارة البازلتية السوداء، فهذا أمر متوقع وطبيعي، وهو الأقل كلفة، لأن الصحراء المحاذية أو البادية المحاذية لأراضي سهل حوران هي من المناطق التي فيها حمم بركانية، واستفادوا من نمط العمارة الذي كان قائما في الحقبة الرومانية والبيزنطية، فلذلك وإن كان الاعتماد على شيء واحد من مواد البناء، لكنه تم التعامل معه باحتراف وبإبداع وبإتقان غير مسبوق، أثار إعجاب ودهشة هذا المستشرق سيلاه ميريل. وصف بدقة البناء الذي كان موجودا في حوران.
البناء في حوران كان من الحجر الصافي، يعني لم يستخدم فيها أي مادة أخرى غير الحجر، وهذا الحجر هو الحجر البازلتي الأسود القاسي، وهذه العمارات ما زالت آثارها موجودة حتى يومنا هذا. تحدث عن الأبواب، تحدث عن النوافذ بأشكالها المختلفة المربعة والمستطيلة والدائرية، تحدث عن القناطر التي كانت تربط بين الأعمدة وبين السقوف من جهة إلى أخرى، تحدث عن القباب بشكل دقيق، وكلها كانت من الحجارة. لم يكن هناك بيوت من الحجر أو الطين، ولم يكن هناك أي بيت آخر غير من الحجر الأسود الحجر البازلتي. ميرل استمر من حوران باتجاه شمال الأردن. في شمال الأردن إذا منلاحظ هناك بيوت من الحجر والطين، كانت تبنى من الحجر والطين المجبول بالتبن، وكانت الأسقف غالبيتها من الطين والتبن التي كانت تبنى في بيوت شمال الأردن. الآن لو اتجهنا نحو الصحراء منلاحظ امتداد العمارة في ساحل حوران إلى منطقة أم الجمال. أم الجمال مدينة أردنية تقع في الصحراء الأردنية على طريق المفرق، وهذه المدينة وصفها ميرل بأنها بيوتها واسعة، ساحاتها واسعة، بيوتها من عدة طوابق، طابقين وثلاث طوابق وجد، بالإضافة إلى وجود الكنائس فيها، ووصف هذه الكنائس بشكل دقيق كونه هو من علماء الآثار، وتحدث عن الحجر البازلتي المستخدم في هذه المناطق، الحجر البازلتي الأسود القاسي، وهو نفس الحجر الذي كان موجودا في سهل حوران. تتميز حياة الخيم ببساطتها، فالشعور، الإحساس، كونك مقيداً بجدران الحجارة أو القرميد يكون ذلك ناقصاً تماماً، فالواحد يتمتع بحرية السماء والحقول. وإذا ما كان الهناء المنعش ترفاً أو ضرورة فحسب، فالمرء يجده وافراً هناك، ويمتاز بيت الحجر أو الطوب على الخيمة بحقيقة أنه لا يهبط أو يطير جراء الرياح الشديدة. فعندما تكون الرياح عالية وشديدة، فإن أولئك الذين يأوون في هذه الخيام يعانون أحياناً بأن تسقط خيامهم عليهم. فمن غير السار بأن تصحو فجأة من النوم وتدرك بأن بيتك قد سقط وطار إلى أجزاء غير معروفة في الظلام وأثناء هبوب العاصفة. ميرل مر على المنطقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. خلال هذه المرحلة كان سكان الأردن قسمين، القسم الأول أهل الريف الذين يقطنون في القرى، والقسم الآخر كانوا يعيشون في البادية. سكان البادية كانوا ينتقلون من منطقة إلى أخرى طلباً للماء وطلباً للكلاء، وبالتالي كانوا يستخدمون الخيام من منطقة إلى أخرى، يرتحلون. السبب أنه هذه الخيام أولاً خفيفة الحمل، ثانياً المواد المنزلية قليلة، وبالتالي كانوا أينما يجدوا العشب والماء ينتقلوا ويسكنوا فيها. الآن ميرل عندما تحدث عن خيام البدو كان يقارن بين خيام البدو وبيوت الحجر والطين التي كان يسكنها أهل الأرياف. ميرل لما جاء وصف أنه العمارة في عندك بدك تفصل ما بين منطقة الأغوار ومنطقة البادية، أوكي؟ بالأغوار قال إنه كانت عمارة عبارة عن أكواخ بسيطة، وحتى بصف إنها كلها قصيب، وذكر كيف إنه الأرضية كان بالشتاء بنحط قصيب حتى الناس ما تزحلق، وهذا الأمر وجدناه في حفرية تل دير علا من حوالي 900 قبل الميلاد على فكرة، نفس الطريقة والأسلوب. لكن الأجمل من هيك، أنت ذكرتني أنه عملية التخزين، تخزين المحصول، المحاصيل الزراعية، تصور أنه كانوا بيحفروا حفر داخل الأرض. بيت الحجر والطين يختلف عن الخيمة هو أنه له جدران أولاً وله سقوف، وهذه الجدران والسقوف تحمي من يسكن هذا البيت من الهواء ومن المطر ومن الوحوش التي قد تأتي في أي فترة من الفترات.
هذا الحكي لا يتوفر لمن هو يسكن في بيت الشعر. بيت الشعر ربما يتعرض لهبوب الرياح الشديدة، يتعرض للأمطار الشديدة، ويتعرض أحيانا للاعتداءات من الزواحف ومن الوحوش التي قد تأتي من البرية. هذا الفرق بين الاثنين. هو عندما زار منطقة شمال الأردن ميريل بنلاحظ أنه شاهد الكثير من العواصف، لأنه زار في زار المنطقة في موسم الشتاء، وفي هذا الموسم كما تعلمون أحيانا تهب رياح شرقية شديدة، وأحيانا تهب رياح شمالية جنوبية شديدة أيضا، وبالتالي تؤدي بالخيام إلى أن تهبط على أهلها وعلى أصحابها في بعض الفترات. ولذلك كان يتحدث بهذه اللغة. الإشي الآخر لازم نعرف أنه جزء من سكان الأردن كانوا يعيشون فترتين بالسنة، فترة الشتاء يعيشوا في بيت الحجر والطين، وفترة الصيف ينتقلوا إلى مواسم الحصاد أو مواسم جني الثمار ويسكنوا في بيوت الشعر. صديقي، هو المقاربة استنتجها بناء على مشاهداته، لأنه هو يعني جاء للمنطقة زارها، وجد التمايز العمراني إنجاز التعبير بين السكن، لكن كما ذكرت لك هو السكن مرتبط بالبيئة اللي نوجد فيها. هو كان كتاباته أشبه بمقارنة، أنه هو شاهد نمط عمراني موجود بهذا الشكل في هذه المنطقة ومكان ثاني بشكل مختلف عنها، مرتبط بطبيعة البيئة. أول شيء ما ننسى أنه رحالة، يعني هو ليس من سكان هذه المنطقة، جاء بيرصد الملاحظات اللي شاهدها بالفترة اللي عاش فيها. يعني هو ما عاش في المنطقة فترة زمنية بحيث أنه ممكن يرصد التطور العمراني. هو جاء هاي الفترة الأربع سنوات الثلاث سنوات كتب فيهن تقرير ومشاهدات، وأربع سنوات في تلك الفترة مش فترة كافية أنك ترصد فيها إذا صار في عنا تطور عمراني. وبالتالي نمط السكن بده يكون متقارب نسبة للبيئة الجغرافية، مرتبط بالحرفة، مرتبط بالموارد المتاحة، مش مرتبط أنه والله شو في طرز معمارية اطلعوا عليها سكان المنطقة ممكن يقتبسوا منها بيعملوا منها نماذج جديدة ببيوته. إنجاز التعبير نسميه نمط البناء بدل السكان، لأنه نمط البناء مرتبط بدرجة كبيرة بطبيعة الحرف. لأنه إذا تأملنا إحنا نشأة الدول بتلاقي أنه الدول نشأتها في البداية، يعني ابن خلدون بيقول أنه البدو هم أصل الحضر، لأنه إحنا ننتقل في البناء منطقة البدو منطقة رحل بيتنقلوا فيها طبعا لاحتياجات مواشيهم. عملية الإنتاج كانت تراعي أن يكون المخزون الزراعي من القمح والشعير والذرة والبذور وسهول حوران. حوران هي هبة الله لبلاد الشام وهبة بلاد الشام لأهلها، وبالتالي كان كل ما يأتي من هذا الخزين الذي تثمر هذه الأرض الطيبة المباركة كان يخزن في حفائر ويدمل بطرائق شبه سرية وبمدافن خاصة أشبه ب مخازن المياه، لكنها توضع فيها هذه البذور وتغطى خوفا من عمليات السلب أو النهب أو التهجير أو ما قد يتعرض إليه الناس من الأعمال. وكانوا يقيمون غير بعيد عن هذه المخازن التي يضعون فيها أقواتهم وثمارهم وزروعهم وما شابه ذلك. يلتقط ميريل في رحلاته إلى الأردن التفاصيل الدقيقة، فلا يترك مجالاً للتأويل، مستخدماً عبارات حاسمة تشير إلى رأيه القطعي، فيؤكد على خصوبة بلاد شرق الأردن، فيقول: خصوبة بلاد شرق الأردن وجودة العنب، وعرفت بعد جهد كبير ما أدهشني أكثر، وهو الخصوبة الفائقة لبلاد شرق الأردن، أو الآثار العجيبة والرائعة الواقعة على أرضها. وفي كل من دمشق وفي جبال عجلون وحوالي السلط يعتبر محصول العنب والكرمة أعجوبة تماماً، سواء كان في كميته المنتجة الوافرة أو في نوعيته الممتازة. ميريل زار عدة مناطق في الأردن، المناطق الرئيسية اللي زارها جبال عجلون والسلط ومؤاب. هذه المناطق اللي هي خاصة السلط وجبال عجلون كانت مشهورة بمادة العنب من حيث كمية الإنتاج بكثرة وأنواع العنب المنتشرة. يوجد عندنا عدة أنواع من العنب كانت تزرع في مناطق عجلون وفي مناطق السلط، وكانت تصدر إلى أوروبا في تلك المرحلة وتصنع زبيبا،
والزبيب كان أنواع، منه ما كان يطلق عليه اسم بنات الشام. فبالإضافة للعنب، جوابا على سؤالك، بالإضافة للعنب كانت هناك العديد من المزروعات، كان عندنا التين، كان عندنا الرمان، كان عندنا الأجاص، كان عندنا كثير من الأشجار المثمرة التي تنتج الكثير من الثمار في عجلون وفي السلط، وما زال بعضها ينتج حتى يومنا هذا. يعني الفرق بيننا وبين مرل لا يتجاوز 200 عام، وبالتالي هذه المزروعات ما زالت متوارثة وموجودة. لكن في المرحلة التي زار فيها مرل وزار الرحالة مناطق السلط وعجلون، كلهم أعجبوا بإنتاج كميات إنتاج العنب في مناطق عجلون والسلط، وأعجبوا بأنواعه من حيث طعمه ومن حيث حجمه ومن حيث لونه. منطقة السلط وعجلون، منطقة السلط أولا قريبة يعني لفلسطين، متاخمة لها قريبة، ومنطقة عجلون طبيعتها الجغرافية بتساعد على نمو محاصيل العنب، محاصيل اللوزيات بشكل عام، لأنها منطقة جبلية عالية بالمناسبة، وبالتالي مهيئة لنمو هكذا محاصيل. منطقة السلط منطقة برضو سهلية، منطقة كانت تكثر فيها عيون المياه، وبالتالي ممكن يعكس أنه تنقل انتقال المحاصيل الزراعية بين الأردن وفلسطين ساهم في مجيء عينات من هاي المحاصيل وزراعتها في منطقة السلط. منطقة شمال الأردن ممكن تكون فيها منطقة سهلية، وبالتالي زراعة الحبوب متاحة، وهذا شيء مثبت، لأنه صناعة القش اللي اشتهرت في مناطق شمال الأردن مرتبطة بالقمح بالدرجة الأولى. اثنين، مناطق السلط وغور الأردن مرتبطة بسلة غذاء اللي نسميها الآن سلة غذاء الأردن، مرتبطة بمحاصيل زراعية ثابتة، يعني نحكي عن أشجار، نحكي عن خضروات. مناطق الحبوب لا، هي منطقة سهل حوران، وبالتالي الأردن بهاي الفترة ومن فترات سابقة كان في تنوع بالمحاصيل الزراعية. بالدرجة الأولى الناتج الأكبر كان هو حبوب، يعني قمح، شعير، عدس، هاي بالدرجة الأولى. ثم بعد ذلك بس بلشت يعني الدولة الأردنية ونشأت الدولة الأردنية، صار في عنا إنتاج زراعي بميل للحمضيات، العنب، الزيتون، هاي الأشجار. كانت النسوة تغزلن أوراق القصب الرفيعة ليصنعوا منها حصائر كبيرة الحجم، حيث يستعمل هذا أيضا هنا وفي أمكنة أخرى أيضا كجدران لبيوتهن المركبة من القصب. وبضعة نساء ممن رأيناهن مثلا كان بإمكانهن أن يغزلن حصيرة تستخدم كجدار لجانب من كوخ في غضون يوم أو يومين فقط. ومثل هذه القطعة عندما تنجز يمكن أن تساوي قروشا أو ما يعدل 16 سنتا. المرأة الأردنية تحدث عنها مرل بإسهاب وقال أنها تساعد الرجل في كثير من الأعمال الزراعية، وبالإضافة إلى ذلك هي التي تقوم بمتابعة الأغنام، غزل الصوف، غزل شعر بيوت الشعر، وبالإضافة إلى ذلك جلب المياه وإحضار الطعام، بالإضافة إلى ذلك كانت تقوم بعمل اللبن والجميد والأجبان، وكانت أيضا بالإضافة إلى ذلك تساهم في عملية الزراعة، ري المزروعات وجني الثمار. في الفترة التي دخل فيها ميرل إلى الأردن كانت التجارة تقوم على طريقة المقايضة، فالحديث بأن هذه القطعة تسوى مثلا 10 سنت أو نصف دولار أو أقل أو أكثر، هي باعتبار أن ميرل ليس عنده ما يقايض مع الآخرين كزائر أو سائح أو رحالة، وبالتالي هو يعرض يسأل هؤلاء الناس ما قيمة هذه الأشياء. أما لو كنت أنا أو أنت من جيرانهم ونسألهم ما قيمة هذه السلة، سيقول لك أحضر لي مثلا أبادلها لك بسخلة أو بديكين أو بثلاثين بيضة أو ما شابه ذلك، على الطريقة الشائعة والمعروفة من أنواع التبادل الفاشي والمنتشر والمعمول به في ذلك الوقت. هذه اللغة التجارية التي كانت موجودة. We'll be right back.
ميريل عندما زار أم قيس أو جدارة، منطقة أم قيس وصفها بالأدغال، أدغال يعني وجود الغابات، وهي غابات من القصب التي كانت موجودة في تلك المرحلة. كانوا النساء يستغلوا وجود القصب لاستخدامه بعمل جدران من القصب على شكل حصيرة تشكل جدران البيت الصيفي التي كان يسكن فيه بعض الفلاحين. واستغل نساء هذه المنطقة عملية تصنيع القصب ببيعه، استخدامه كتجارة، وبيعه على النساء الذين يحتاجون لمثل هذه الحصائر التي كانت تستخدم إما للجدران وإما للسقوف. عندما كانت النساء تصنع هذا القصب وكان يوجد بكميات كبيرة في المنطقة، لم يكن الهدف منها أن تصنع حصيرة أو اثنتين، كان الهدف منها أن تصنع من أجل البيع، لأن كثير من الناس كانوا يسكنوا في أكشاك من القصب، فكانت هي بيوت صيفية لمن يريد أن يذهب إلى الحقل، لمن يريد أن يجني المحاصيل فترة شهر أو شهرين كان يبني بيته من القصب، وبالتالي هي كانت تجارة بالنسبة إلى النساء في تلك المرحلة. عيون الماء في الحمى. إذا ما أمكن إعادة بناء الحمى ثانية لأصبحت واحدة من أجمل المنتجعات في سوريا وربما في العالم ككل، كما أن عيون الماء الموجودة في منطقة كاليبرو ومتعذر جدا الوصول إليها، كما هو الحال بالنسبة لتلك الموجودة في شرق نهر الأردن والبحر الميت. الحمى الأردنية التي مر بها المستشرق الأمريكي ميريل، هذه تقع على شفا جرف هار، بمعنى أنها على منحدر صخري بالغ الوعورة حتى يومنا هذا، رغم كل التحسينات التي طرأت لتحسين جودة هذا الطريق، إلا أن المكان وعر جدا، يعني بالكاد أن تجد السيارات طريقا بين المخيبة الفوق والمخيبة تحت، صعودا من الشونة الشمالية باتجاه أم قيس تمر بهذه الحمة. هذه الحمة فرادتها من مياهها الدافئة والحارة على مقربة من نهر اليرموك، تقابلك تماما هضبة الجولان السورية المحتلة، وبالتالي أنت أمام مكان مليء بالدهشة في شق وادي كبير تخرج منه مياه متدفقة وغزيرة. وفي الحقيقة أن هذا الرجل ميريل انحاز إلى المياه على حساب الصخور، فهو كان مغرما بالمياه والينابيع والخزانات والأودية، يقيس أطوالها وأبعادها وقدراتها على التخزين، وربما قال أن هذا البئر، أحد الآبار التي وصفها في أم الجمال، قال إن هذا البئر يستطيع أن يقضي ويكفي حاجات هؤلاء الناس لعشرة سنين حتى لو لم تمطر في تلك السنين كلها. فهو ذكر الينابيع وذكر عذوبتها ورقتها وتدفقها وحلاوة الماء فيها إضافة إلى غزارتها، فهو كان مهتما بهذه الناحية، أفرد لها مساحات واسعة، تحدث عن المياه، والدليل على ذلك هو حديثه عن الأشجار التي لا تنمو إلا على أطراف الأودية، مثل شجر القصيب، وهذا الشجر الذي كثرت أشكال الانتفاع منه، فمرة يستخدم في بناء العرائش والمساكن المؤقتة في الأماكن الزراعية، في المستنبتات، في المزارع، في المكاثي، في البيارات، في أطراف البوادي، في القرى، في أماكن الترحال، في الإقامات المؤقتة. كان هذا القصيب هو مما لا يستغنى عنه لتكلفته الزهيدة والانتظام شكله ولأناقة منظره، فهو كان يعني يكاد يكون البناء البديل عن البناء الحجري إذا عز وجود بيوت الشعر. لم يكن ممكنا إعادة بناء الحمى في تلك الفترة بسبب شح الموارد وشح الإمكانات في تلك المرحلة، لكن أنا بعتقد الحكومات الحديثة بدأت تهتم في الحمى ووضعت منتجعات مناسبة
في السنوات الماضية. ولنهر الأردن قصة عشق لدى الرحالة عموماً، وقد خصه ميرل بمتابعة واهتمام كبيرين، فوصفه وصفاً دقيقاً، ذاكراً جداوله الصغيرة ومياهه العذبة وما يحيطه من شجر كثيف، ليصف وادي الأردن بأنه مغطى بغابات من النخيل. وسيبقى الرحالة الأمريكي تحثه خطاه في تتبع نهر الأردن من الشمال حتى يصل إلى الجنوب ليقف أمام البحر الميت. إذا تحدثنا عن وادي الأردن فنحن نتحدث عن وادي يجمع شقين أكثر مما هي الأودية والأنهار، من عادة الأنهار أن تفرق بين شرقي وغربي، شمالي وجنوبي. أما في حالة نهر الأردن فنحن أمام حالة متفردة. هذا النهر هو رمز ومكان للاجتماع بشقيه، برئتيه الشرقية والغربية. ولذلك يقال عن الغور غور الأردن، حتى الغور الفلسطيني يسمى غور الأردن. وهذا الغور يقسم إلى ثلاثة أغوار: أغوار شمالية وأغوار وسطى وأغوار جنوبية. بالنسبة لغور الأردن هو يحاذي من الجهة الغربية محافظة إربد ومحافظة عجلون ومحافظة السلط في الأغوار الوسطى ومحافظة مادبة ومحافظة الكرك في الأغوار الجنوبية. ومن أبرز ملامح نهر الأردن ووادي الأردن أنه يبتدئ من مدينة طبرية التي فيها بحيرة الطبرية على زاوية هضبة الجولان. فأنت عندما تكون في مدينة أم قيس الأردنية أنت تتربع على زاوية محتشدة بالتاريخ وبالجغرافيا وبالبهاء وبالموقع الاستراتيجي بالغ الأهمية. من ذلك المكان اللي هي منابع نهر الأردن، من أطراف جبل الشيخ، من نهر اليرموك، هذه يتشكل منها جميعا عندما تلتقي وتصب في بحيرة طبرية ثم تتدفق هذه البحيرة باتجاه البحر الميت، تمر بعدد من المحطات في طريقها إلى مدن وبلدات مثل الشونة الشمالية ومثل وادي الريان ومثل أبي عبيدة، تقابلها أيضا المدن الفلسطينية مثل مدينة طوباس ومدن أخرى قريبا من أريحة المطلة على الأغوار الأردنية. وهذه بمثابة القرى والمدن التوائم التي تتقابل وتتبادل المنافع والأنساب والمصالح والعلاقات التجارية والإنسانية. وصف ميرل بإسهاب وادي الأردن، وتحدث عن المناطق التي تمتد من الباقورة حتى البحر الميت، وقال بأنها عبارة عن غابات من النخيل، النخيل الباسق الطول. وتحدث أيضا بالإضافة إلى ذلك على خصوبة وادي الأردن، تحدث عن وادي اليابس وما يشتهر به من الرمان وما يحفل به في مناطق كثيرة في محاصيل كثيرة، بالإضافة إلى الرمان الأجاص والتين والعنب. وتحدث أيضا عن ينابيع الماء التي كانت تمر في وادي الأردن. ميرل لما جاء شكل فريق معه، لم يأتي لوحده، شكل فريق ومنهم رسامين، يعني حتى تقريره في رسومات للأثار، في أيضا ينقل كتابات. هؤلاء كانوا دائما معهم خيام، وفي هذه الخيام يتنقلون من منطقة إلى أخرى ويسكنون ويخيمون. فعندما يصف منطقة وادي الأردن ويقول قريب من مخيمنا، هو كان جالس في أم قيس، ومن أم قيس يذهب مشيا على الأقدام إلى وادي اليابس وباتجاه الجنوب، يستمر بالسير ساعات ويعود ويسجل ملاحظاته على المواقع الأثرية والمزروعات والمحاصيل. الغابات الموجودة في سهل حوران وفي البادية الأردنية وفي الأغوار التي مر بها سيلاه ميريل هذا المستشرق الأمريكي،
كانت تنطوي على فائدة اقتصادية كبيرة، وإن كان النشاط الاقتصادي لم يأخذ شكل النشاط الاقتصادي بشكله المعروف في هذا اليوم كتجارة استيراد وتصدير وما شابه ذلك، إلا أنها كانت بمثابة محطات تموينية على طرق الذاهبين إلى الشام وتركيا وبلاد القوقاز، والمتجهين إلى أيضا شبه الجزيرة العربية ومناطق الجوف وبلاد وادي السرحان وما شابه ذلك، والجنوب الأردني باتجاه مصر والمناطق الواقعة في إقليم العقبة وما شابه ذلك، إلا أن هذه المناطق كانت محميات رعوية تتقاسمها القبائل. وتحدث فيها مطولا ميريل عن انتشار الاستثمار في الإبل، وقال أنه شاهد أعدادا قد يصاحب الراعي الواحد ما يزيد عن 100 و150 رأسا من الإبل، وهذه الثروة كانت يستفاد منها كمراعي للإنتاج الحيواني اللي يستثمر بشكل تجمعات بشرية في تلك المناطق، إلا أنه لم يكن يأخذ الشكل المنظم كما هو معروف في أيامنا هذه. ستصل خطى ميريل إلى وادي الزرقاء متتبعاً عيون الماء وما يحفل به المكان من سحر وجمال أخاذ، فيأخذ في دراسة المياه الحارة والأشجار المنتشرة في تلك البقعة من ربوع الأردن، ليشير إلى شجيرات القصب التي تزين المكان وتثريه. من خلال رحلة ميريل إلى شرق الأردن اهتم بينابيع المياه اللي كانت موجودة في مناطق شرق الأردن، وكما تعلمون المياه كانت مهمة في تلك المرحلة لحياة السكان ولحياة الناس، خاصة وأنهم يعتمدون عليها لأنفسهم ولمواشيهم. اهتم بينابيع المياه كثيرا، ووصف ينابيع المياه التي كانت موجودة في منطقة أم قيس في شمال الأردن ومنطقة وادي اليابس، ثم وصف الحمى بمياه الحارة الكبريتية. انتقل إلى مياه الحمى في جرش، حمى جرش على سيل وادي الزرقاء، وفي هذا الينبوع الذي ظهر في جرش وشاهده ميريل منلاحظ أن هناك دراسات حديثة قام فيها أحد أساتذة الجامعة الهاشمية، وقال إن منطقة الينابيع الموجودة، ينابيع المياه الساخنة الموجودة في جرش، هذه ممكن أن تكون من أفضل المنتجعات الطبية في الوطن العربي فيما إذا استغلت، وهي دراسة حديثة صدرت حول هذا الموضوع. ملفتة برحلة ميريل، وهي أنه ميريل كان حريص على أنه يتبع المناطق اللي فيها مياه، وهي ممكن ما صرح فيها، ممكن هاي تكشف لنا الهدف أو واحد من الأهداف المبطنة للرحلة. بمناسبة بزيارة ميريل ملفتة له زرقاء معين، وزرقاء معين يعني بالمسافة اللي بيحتاجها مياه زرقاء معين حتى توصل البحر الميت 16 كيلو، وفي الآن منتجع سياحي حمامات معين بغذيها، طبعا مياه زرقاء معين بتغذيها وبتصب فيها وبتكمل طريقها باتجاه البحر الميت. إذا لاحظنا نقطة أساسية، وهي أنه ميريل ركز على المناطق اللي فيها ينابيع مياه، سواء كانت مياه حارة أو مياه عادية، فوصف الحمى، وصف سيل الزرقاء، وصف زرقاء معين، وراح باتجاه غور الأردن. هو عماله يبحث في بقعة زراعية، تمام، وبقعة تتوفر فيها مصادر مياه، لأنه هذا بيكشف شو الغاية الدفينة من الرحلة اللي ما كانت معلنة. طبعا هو الآن حتى لما رجع وكتب تقريره هو كان في باله أنه هاي المناطق اللي زارها هي مياه معدنية ممكن للزراعة ما بتصلح، تصلح لأشياء ثانية، ممكن لاستجمام، لرحلات، لمنتجعات، بس كزراعة ما ممكن تنجح، وإحنا بدنا نعمل استيطان زراعي في البداية.
الاستيطان الزراعي بيحتاج هاي مياه بدها تحليه، بدها اعاده تكرير، فممكن ما بتنجح. هاي واحده من العقبات اللي كانت موجوده. لم تكن رحلة ميريل إلى الأردن عابرة، فما من محطة في بلاد جلعاد ومؤاب إلا وكان له معها قصة وحكاية تناسلت في كتابه لتؤرخ لفترة من الزمان أشرقت فيها شمس البلاد بحضارة رائدة تروي كفاح الإنسان الأردني وتمسكه بقيمه وموروثه الأصيل.